نسخة اللكجري من جيتور اكس 70 في الموديل الأخير 2024. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعنا غاليين، تغطيتنا اليوم من صالة التوريات الوطنية وكلاء سيارات جيتور بالمملكة، نستعرض مع بعض جيتور اكس 70 في موديلها الأخير 2024. سيارة كروس اوفر صغيرة بالحجم، طبعا تعتبر عائلية، تجي بعدة خيارات سواء ثلاث صفوف أو صفين من المقاعد، كلها خيارات متاحة على الاكس 70. النسخة اللي اليوم موجودة معنا طبعا مثل ما نلاحظ سيارة 7 ركاب اكس 70 العادية، في منها طبعا من سيارات جيتور عندنا اكس 70 البلس مثل هذه، وعندنا اكس 70 العادية نفسها هذه. بالسابق كانت تجي اكس 70 اس السبورت، اما الحين فصارت بلس. فخلونا نتكلم عن اهم التجهيزات واهم المواصفات. نجي للواجهة الامامية، مثل ما نلاحظ عندنا اضاءات LED بالنسبة للعالي والواطي مع خاصية الليد النهاري، كشاف ضباب بالجزء السفلي، الشبكة الأمامي طبعا جايب اللون الأسود وعليه إطار من الكروم مثل ما نلاحظ، مع تطعيمات كروم بالجزء السفلي مثل ما نشوف بشكل جميل، فتحات للتهوية سواء بالجزء العلوي أو الجزء السفلي. تصميم السيارة الخارجي تصميم جميل، ناهيك عن السعر، سعرها تحفة تحفة يعني أكثر من المعقول. نظرة سريعة على بطاقة السعر، نتكلم عن 78 ألف ريال كسيارة عائلية بهذه المواصفات. عندك سقف بانوراما، عندك كاميرا جانبية مثل ما نلاحظ هذه الكاميرا الجانبية، عندنا إشارات بالمرايات، المرايات مدمجة بالنوافذ تعطيك زاوية رؤية أفضل، جنوط كروم مثل ما نشوف. طبعا الجنط نقرب أكثر نلاحظ مقاس الجنط، نتكلم بالتحديد عن هذا المقاس تقريبا 20 انش، جايب اللون الفضي واللون الرمادي، مقابض مطلية بالكروم بالكامل، عوارض بالسقف، الجزء السفلي للمرايات طبعا شريط من الكروم مثل ما نلاحظ، طبعا حماية على السيارة على الجزء السفلي بالكامل، حماية من البلاستيك بحيث انه حماية من تعثرات الطريق سواء الوعرة او الطرق اللي هي المستقيمة بشكل عام، حماية من الوحل، كل هذه الأمور. عندنا أربع فتحات للعادم مثل ما نلاحظ بالجزء السفلي وحساسات خلفية، بصمة الإكس 70 والجيتور، جناح خلفي مع زعنفة موجودة بالخلف، عندنا عوارض بالسقف طبعا أكيد موجود على السيارة مثل ما نلاحظ، وهذه السيارة بالكامل. فأعطوني رأيكم بتصميم السيارة الخارجي، هنا تصميم السيارة الخارجي. خلونا الحين نتكلم عن القلب النابض، محرك جيتور اكس 70 2024. طبعا طريقة فتح غطاء المحرك بالطريقة التقليدية، كل سيارات جيتور بتنفتح بنفس هذه الطريقة، عندنا سحب بهذا الجزء، اذا جينا لمحرك جيتور اكس 70 2024 نتكلم بالتحديد عن محرك مدعوم بشاحن توربيني 1500 سي سي تيربو، ناخذ من هذا المحرك 154 حصان، والعزم نتكلم عن 230 نيوتن، مرتبط بناقل حركة 8 سرعات، سيارة اقتصادية بكفاءة عالية. طبعا غير انها اقتصادية ناخذ من تقييم استهلاك القود، كلت البنزين تمشينا بالسيارة كم؟ 13.6 كيلو، تقييم ممتاز، بنزين 91، دفع امامي 2024 مثل ما نلاحظ، 1500 سي سي سيارة، سيارة متعددة الاستخدامات، وهذه هي إمكانيات جيتور اكس 70، تانك البنزين طبعا أكيد من ناحية الراكب. سعة خزان وقود تقريبا حول 50 لتر، وهذه إمكانيات جيتور اكس 70. خلونا الحين نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية. طبعا نلاحظ هنا على غطاء المحرك عندنا الهيدروليك أو المساعدات بشكل جميل، بطانة داخلية تقلل من الأصوات اللي خارجة من المحرك للمقصورة الداخلية كنوع من أنواع العزل. ونبدأ بالمقصورة الخلفية، يا سادة يا كرام، أول حاجة نلاحظها عندنا فتحات تكييف بالخلف، عندنا تحاملة أكواب، تكا بالوسط، مراتب جلد طبعا
بالكامل مثبت لمطاط الاطفال او الايزوفكس. عندنا فتحات او منافذ يو اس بي، النوافذ كلها كهربائيه، هذا الجزء طبعا كروم، عندنا الارباجات طبعا موجوده اكيد، وهذه الداخليه الجلوس فيها بكل اريحيه اكيد. بهذه الطريقه عندنا مثل ما نلاحظ مساحه تخزين بالاسفل، بامكاني ان نتحرك داخل السياره بكل بساطه وبكل اريحيه. هنا كرسي وسطي مثل ما نلاحظ مع عجله القياده مع الشاشات، اضاءات داخليه، وهنا المرتبه الاخيره طبعا مثل ما نشوف. خلونا الحين نشوف المرتبه الخلفيه، واكيد بنبدا بالمقصوره الخلفيه بهذه الطريقه. حامله اكواب عندنا هنا، هذه المراتب اللي بالخلف ما شاء الله. طبعا فيها مثل ما نلاحظ أحزمة تمام، وكل هذه طبعا. نجي للناحية الثانية، جيتور مسند الرأس، طبعا الأمامي والخلفي كله متحرك. طبعا هذه قفل، إذا إنك خليتها بهذه الوضعية فمستحيل أحد يفتح السيارة من الخارج أو من الداخل. ما شاء الله ألياف الكربون موجودة بالكونسول الوسطي، مقعدة السائق والراكب كله بحركة يدوية. عندنا إرباقات أكيد موجودة على المقاعد، أحزمة الأمان، هذه السماعات، بصمة جيتور مع تطريمات كروم، هذه الشاشات بشكل كامل، تطريز باللون الأبيض للجزء الداخلي. طبعا انتهينا من كل الأبواب، خلونا نجي الحين لناحية السايق. ما شاء الله عندنا هنا النوافذ كلها كهربائية، عندنا كرسي السايق والراكب كله بحركة كهربائية، بالإضافة لي ما شاء الله وبسم الله مثبت للسرعة أكيد موجود هنا. هذه الشاشة، عندنا هنا شاحن لاسلكي، أعتقد فيها الشاحن اللاسلكي، منفذ 12 فولت واليو اس بي، حاملة أكواب هنا. عندنا هنا مثل ما نلاحظ درايف مود، وضعيات القيادة كلها بهذه الزاوية، بريك إلكتروني. عندنا هنا الدرج، عجلة القيادة مكسوبة بالجلد أكيد. هنا عندنا بيت للنظارة، الشماسات فيها مرايات بشكل كامل، تطعيمات كروم موجودة على هذه الزاوية بالإضافة لهذه الزاوية، نلاحظ فيها بكل بساطة. عندنا هنا التحكم بالمرايات الجانبية والتراكشن، كل هذه موجودة. طبعا حاجة القيادة بحركة تلسكوبية، سواء تقدمها أو ترجعها، ترفعها أو تنزلها بكل الوضعيات. وبكذا اتممنا هذه التغطية عن جيتور اكس 70 بلس او الاكس 70 العادية من صالة التوريدات الوطنية وكلاء سيارات جيتور بالمملكة. ضمان السيارة بشكل عام 5 سنوات، مثل ما نلاحظ هنا بطاقة ضمان السيارة وابعاد السيارة 5 سنوات او 150 الف كيلو ايهم اسبق. اتمنى التغطية نالت اعجابكم، مثل ما ذكرنا في البداية راح نقوله في النهاية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالايام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وانستغرام والفيسبوك، الروابط كلها بخانة الوصف، فأول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل. في امان الله.